يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن بداية مدة السفر هي نهاية البنيان، فهل بعض الاستراحات ومحطات البنزين في نهاية البنيان هل تعتبر من البنيان أم لا؟ المباني المنفصلة عن البلد، المزارع لا تعتبر من البلد. كلام على البنيان المتصل بعضه ببعض، هذا هو الذي تخرج منه. أما بقية المزارع وبقية المباني المنتثرة هذه لا تعتبر. نعم.